اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مطبخنا النهارده مطبخ صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. عايزين نعمل اكل النهارده بنفس المكونات اللي عندك في المطبخ، بنفس المكونات اللي موجوده في الثلاجه. ازاي اطلع البتنجان واعمله بطريقه صحيه مع جبنه قليله الدسامه مع صوص طماطم، ونتبع الخطوات البسيطه السهله في عمل طبق بتنجان غير المألوف، غير جو المسقعه، غير جو الشطه، غير المقلي، غير المتبل، وهكذا. معانا العدس الاسمر النهارده ابو جبه، ده صديقي مع الكشري بنلاقيه، مع أكلة لطيفة جميلة نحطه مثلا في طبق اسمها مجدرة في المطبخ اللبناني، ماشي. ولكن إن احنا نعمله بصارة أكيد فكرة جديدة، بصارة العدس الأسمر أبو الجبة على طريقة الشيف المغازة تعجبكم إن شاء الله، وهتاخد بصلة مقرمشة والطعم المصري الأصيل. نيجي للحلو النهاردة، هنعمله إزاي دايت. معايا الشوفان، والشوفان دايما بيتصدر القائمة الأولى في وصفة دكاترة التغذية. حبوب الشوفان وبذور الشوفان ازاي نضيفها للفروت سلطات بطريقه صحيه، تشكيله من الفواكه اذا كان موز او جوافه او عنب او تفاح من خير ارضنا. مطبخنا صحي النهارده، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ودايما تخلي يوم في الاسبوع يبقى الاكل صحي، تكتبي على باب الثلاجه كده عشان ما تنسيش وتخش في جو المحمر والمشمر، يبقى يوم الاحد من كل اسبوع مثلا، يعني انت ممكن تخليه الاثنين، يبقى اكل صحي. ودايما بيت الداء وبيت الصحه والصحه والسعاده هي من المطبخ، خلي بالك، وثقافتك للمطبخ مهمه جدا. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، وخاصه لما يكون مطبخنا مطبخ صحي. وزي دايما ما بيقولوا اهالينا والامثال الشعبيه، صحتك في اكلتك وصحتك في المطبخ بتاعك والحاجات اللطيفه الجميله. تعالوا مع بعض نعمل ازاي العدس الاسمر الجميل بصاره. ولخصت لك الموضوع، احنا بنعمل دايما الفول بتاعنا اللي هو الفول المدشوش بنعمله بصاره، شطار في عمايله، ممكن نحط له ملوخيه ناشفه في الصعيد الجميل والريف المصري الجميل اللي بنوجه لها تحيه كبيره، ممكن نحط له خضره فلفل مع بصل اخضر مع بقدونس حسب الرغبه. ففي طريقتين لخضار البصاره، يا اما ملوخيه يا اما خضره. النهارده هنشوف العدس الاسمر نعمله بصاره ازاي، مقاديره على الشاشه. عدس اسمر ابو جبه اللطيف الجميل من خير ارضنا، ده ما فيهاش كلام. معانا بصل، معانا بقدونس، معانا كزبره، معانا شويه شبت صغيرين، ومعانا شويه ثوم، ومعانا البهارات بتاعتنا الجميله، الملح والفلفل والكمون. الكمون ليه يا عم الشيف؟ للعدس، علشان مشاكل الغازات والناس اللي بتعاني من القولون مع الاكلات زي البقوليات زي الفول والعدس. واحنا كلنا عارفين الفول والعدس من الاكلات الموسوعه الموثقه ضمن الاكلات الموسوعه الشعبيه المصريه اللي في اي مكان نقول هي مصريه. إذن العدس من ضمن الأكلات الموثقة ومدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية، ودي معترف بيها في أنحاء العالم. الكشري بتاعنا والعدس الأسمر بتاعنا والعدس أبو جبة والعدس الكشري بتاعنا بتاع بحري اللي هو بيتعمل بالعدس الأصفر ده كنت عملته تقريبا من أسبوع، فالبقوليات من ضمنها العدس ده معروف طبعا. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض إزاي. أول حاجة العدس معانا بتجيبيه يا ست الكل يتغسل مرة اتنين تلاتة وتسيبيه على جنب، اوعي تحطيه في ميه. احنا عايزين نحافظ على القشره بتاعته الجميله، غنيه بالبروتين، غنيه بالالياف، قيمته الغذائيه عاليه جدا، العدس هو زي الفل. ولازم وانت بتشتري كيس العدس تشوفي تاريخ الصلاحيه. دي مهمه. مهمه جدا على فكره، ليه يا عم الشيف؟ بيبقى متخزن عند الراجل السوبر ماركت او البقال، فلازم تبص على الكيس كويس قبل ما تشتريه او بتشتريه من عند الراجل بتاع التوابل اللي معروف في وسط البلد. انا بقول لك على الحاجات دي ليه؟ لان ممكن تتعبي على العدس تروح يكون متخزن بقاله فتره طويله، مش هيعجبك، هيكون فيه مثلا حشرات صغيره، فيه حاجات مش لطيفه، فلازم تاخدي العدس وتشتريه بطريقه صحيه زي الفل، وتبص عليه وتتاكدي منه كويس. دي باكد على النقطه دي بالذات، وكذلك الفول المدشوش لما تيجي تشتريه لازم تشتريه وتنقيه كويس. خدنا العدس معانا بالشكل ده كده، انا وفرت عليك وقت كبير وحطيت في ميه بتغلي هنا دون اضافه اي شيء. اللهم صل على النبي. العدس هنا بيغلي دون اضافه اي شيء في ميه وسايبه يغلي كده. ما شاء الله بقى ايه هريسه. نبص عليه كده، وخلي بالك ده لازم تهدي النار عليه، تدمسيه زي الفول زي الحمص
حطيت ايه يا عم الشيف؟ والله ميه وبس. مش حط اي حاجه تانية خالص. خلي بالك. العدس يتغسل مره اتنين تلاته بعد ما تغسليه كويس، صفيه من الميه وتحطيه في ميه على النار وتسيبيه يغلي كده لغايه لما يتهري. تعالوا بقى نطبق البصاره دي. البصاره دي اكله قيمتها الغذائيه عاليه، فوائده كتير. العدس اذا كان البقوليات اللي هو يتصدر القائمه الاولى في البقوليات، مع الفول، مع الحمص، مع اللوبيا، مع الفاصوليا. طيب، في طاسة على النار، بنحط في الطاسة دي شوية زيت. على فكرة العدس نقدر نعمله صيامي، الأكلات الصيامي لإخواننا المسيحيين دي مطلوبة، لازم نهتم بيها، وهي أكلة صحية قبل ما تكون كمان صيامي. حطيت معلقتين من زيت الزيتون، حط بصلة ناعمة، ده غير البصل اللي انا هحطها مقرمشة على وش البصارة. حلو، نسيب البصلة تتحمر شوية ونحط فيها شوية ثوم بالشكل ده كده، ونشوحهم على النار. مهم جدا، اهم حاجة ان العدس اتسلق بمية وبس. وحمر البصلة مع التومة كده بشقاوتها، واسيبها تقريبا تاخد لون. حلوة اهو، ده لازم البصلات تستوي شوية بشوية الملح الحلوين، شوية الفلفل الأسود الحلوين، شوية البابريكا الحلوين، شوية الكمون الحلوين، ونقلب البصلات بتاعتنا الحلوة. الله الله على الريحة الحلوة. ونكثف زيت الزيتون شوية. حلو، تمام. ايه الخضره بتاعتك يا عم الشيف في البصاره دي؟ شويه بقدونس. حلو، الله، شويه شبت صغيرين. الله، عندنا فلفله حلوه اللي هي الهريسه. حلوه، كل ده على البصله والتومه. لغايه دلوقتي احنا فاهمين ماشيين ازاي. معانا الفلفل ده كده، الفلفل الحار، والفلفل الحار ده اختياري حسب رغبة ولادك، حسب رغبة الأسرة، بناخده كده يبقى فيها طعم سبايسي شوية. ننزل بالفلفل ده هنا كده، كل ده يا شيف في الحلة دي. حلو قوي، شيل الحاجة اللي ملهاش لازمة كده ونوسع لنفسنا ونقلب الحاجة. معانا نعناع، انا جيت هنا اجيبه، نعناع اخضر. اخد الورق بتاعه، حذار تحط العرق. من فضلك يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، يا تاج راسي، تعملي الاكله دي النهارده لاولادك، غير مكلفه. هو كيس عدس، كيلو عدس هتشتريه من البقال، ولكن الخبره الطهويه لا تعد ولا تحصى. ولا تحصى. ليه يا عم الشيف؟ هنا بقى ازاي اتلاشى مشاكل الكولون. جوزك عنده مشكله مع الكولون، حطيت نعناع وحطيت كمون. نقلب كل ده مع بعضه. الله على الريحه الحلوه، الله على الجمال. بصل، ثوم، فلفله حلوه، قرن فلفل سبايسي شويه، بقدونس. كل ده يا عم الشيف. وناخد العدس بتاعنا الجميل ده كده، نصفيه عليه، مش نصفيه، هو كله ينزل مع بعضه كده، ده مش هيتصفى يعني، بس خلينا نشيل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مخرجنا حبايبي، حبايبي هو ده. الله، حلو قوي. ايه السرعه دي يا عم الشيف؟ خلصت الاكله. في طريقتين علشان تفرم البصاره دي. امهاتنا ربنا يديهم الصحه واللي توفاهم الله ربنا يرحمهم، بيعملوا البصاره ازاي؟ بيجيبوا الفول المدشوش بعد ما يستوي، الست الطيبه كانت تحطه في مصفى وتنها تفرك بايديها لغايه لما ينزل الفول من بين اخرام المصفى. دلوقتي اتطورت الدنيا وعندنا كبه وعندنا خلاط، رنه التانيه
بقت البصاره في ايدك مفرومه وزي الفل. حلو الكلام؟ طبعا نحترم كل زمن وكل وقته. حلو الكلام. طيب دلوقتي البصاره دي نعملها ازاي؟ حطينا الخضره زي ما شفنا مع بعض في البدايه مع البصل والثوم مع زيت الزيتون، حطيت فلفل حار، حطيت بقدونس، حطيت الخبره الطهويه، البهارات بتاعتي، خدت العدس بعد ما اتسلق وبقى بوريه حطيته على كل ده كده، واسيبه يتكتك على النار شويه يتعرف على الحاجات اللي انا حطيتها كلها. حلو الكلام. طريقتين. الطريقه الاولى يا اما اسيبه يبرد واضربه في قلب الخلاط زي العصير من غير ميه من غير اي حاجه، بنضرب شويه شويه كده بس بعد ما يبرد، وبعدين ارجعه للحله الثانيه بقى واحط عليه شويه زيت زيتون واظبط الملح والفلفل بتاعه. يا اما عندنا الهاند ميكسر ده، وده فيه تطور دلوقتي، بتجيبيه تضربيه في الطبق بتاع الشوربه كده وينضرب في الحله على النار على عين البوتاجاز، بس تخلي بالك مهم جدا ان ممكن يبوظك البوتاجاز. فانا بديك الطرق علشان ما ينفعش انك انت العدس ده هو سخن تحطيه في الخلاط او تستخدمي الخلاط معاه. في طريقتين هكذا اهو، هنقلب فيه كده ونسيبه على النار هاديه، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف نقدم اكله شقيه زي دي كده اسمها البصارة. بيسألوني دلوقتي في الكنترول ممكن ناكلها كده؟ اه ممكن على فكرة تتاكل كده بالعيش بتاعنا اللي هو ودن قطة كده، وتبقى لطيفة وجميلة برضو، مش لازم بصارة، وتتقدم كده يبقى طبق لطيف جدا على فكرة اسمه عدس بالحامض، يعني عدس بيتعمل مع عصير الليمون ويتقدم. دي أكلة مشهورة في المطبخ السوري واللبناني. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف ازاي نعمل البصارة العدس ابو جبه الجميل الاسمر، نعمله بصارة من قلب الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة. وما تنسوش معانا بتنجان النهاردة هيتقدم بطريقة جديدة صحية، والحلو بتاعنا فروت سلط بالشوفان. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. يا بختك يا شيف، ريحة الأرض الطيبة طالعة من الطاسة، عدس من خير أرضنا، العدس الأسمر أبو جبة. الله يبارك لك يا مخرجنا يا جميل يا مبدع، جيب لي قبل وبعد، أنا يهمني قوي الموضوع ده. أقول لك فلان كان وزنه قبل ووزنه دلوقتي بعد، كمان نجيب العدس نشوف كان قبل وبعد. التفاصيل هنا في قلب الطاسة. وجبنا الخلاصة، بصلة تومة حمرناهم، حطينا عليهم شوية خضرة من البقدونس، كزبرة، عود شبت، فلفل حار، معلقة فلفلة حلوة مع زيت الزيتون، حمرناهم قلبناهم، حطينا الكمون، حطينا الفلفل، الملح، البابريكا، كل ده استوى. خدنا العدس المسلوق بعد ما سلقناه وبقى بوريه حطيناه عليهم، خفقناهم. ليك الاختيار، الطريقة الأولى يا إما تضربيه في الخلاط أو في الكبة بعد ما يبرد، الطريقة الثانية بالهاند ميكسر بتاعك اللي بتجيبيه من المصروف بتاع الشوربة، ويا ريت تجيبيه ده هيريحك كتير ويوفر عليك وقت كتير، وده ضد درجة الحرارة تستخدميه عادي ولما يكون الشوربة بتغلي مفيش أي مشكلة. أهو الله، ريحة الكمون طالعة منه لطيفة، نحط شوية كمون كمان كده. الله، بس خلاص جوزك ياكل منه بقلب جامد، اي مشاكل مع الكولون ناكل منه بقلب جامد. نعم يا غالي معاك حق، بيقول لي شبه الفول المضروب في الخلاط او مخفوق، ما هما الاثنين مدرسه واحده، الاثنين بكليات. بس ده زي الفول كده، نشيله كده خلاص تمام. الاكله دي جميله، دي عايزه ايه يا عم الشيف؟ بص كده مخرجنا الله يوفقك، شايف العيش الحلو ده كده؟ جعته؟ ها اهو ده اهو مع ده كده وبالف هنا وشفا. طبعا انا ايه، ما ينفعش اكل على الهواء، ده عايز العدس ده يتقدم كده كل واحد ياخد طبقه مع العيش المقمر ده وبالف هنا وشفا. اكله اهيت فيها كل العناصر الغذائيه المطلوبه، هنخليها لما تبرد شويه عشان نغرفها. شوف العدس بتاعنا الجميل ده، الاكله دي تاكل منها يا غالي، اهي امنه ثم امنه. اهو شايفين كل ما تبرد كل ما تحلو. الله، فيها خبرة طهوية، شفتوا الخبرة الطهوية فين؟ في الطاسة قبل ما أحط العدس المسلوق. تاني هقول عملت إيه؟ بصل وتوم حمرتهم في زيت زيتون، وحطيت عليهم الكمون والبابريكا والملح والفلفل، هيئت البصلة والتومة، نزلت بقرن فلفل كده عشان تبقى فيها طعم السبايس شوية، ونزلت ببقدونس وكزبرة وشوية شبت صغيرين، وورق نعناع أخضر، ورق نعناع أخضر
عشان ريحه الثوم ومشاكل الكولون، يهدي الكولون. وبعد كده شوحتهم على النار ونزلت بالعدس المسلوق عليهم وقلبتهم وسبتهم على النار يتكتكوا شويه. في الاخر خفقتهم بالمضرب، بقى معانا بالشكل ده كده اه، وقلبه من وقت للتاني اسيبه يبرد عشان اغرفه. تعالوا مع بعض ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل عايز امتع حضراتكم بمشاهده العدس الجميل الحلو ده كده. بص على الحلاوه بالله عليك، بص على الحلاوه، يلا اهو اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو دي بصاره، بصاره العدس الاسمر الجميل الحلو، نازله تتناغم تتكلم مصر وهي نازله في الحله في الطبق التقديم. اهو اهو اهو، الف انا وشفا العيله والجيران والحبايب وحماتك وماما، خدي لها طبق وانت رايحه تزوريها وحماتك، قولي لها شفت شريف المغازي على القناه الاولى عمل طبق بصاره يا ماما زي اللي بتعمليها بس عملها بالعدس الاسمر. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معانا فروت سلطات بالشوفان والاكل بتاعنا اكل صحي النهارده، وهنزين البصاره الحلوه بتاعتنا دي ببصله مقرمشه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، التفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. البصارة ناقصها حاجة بصراحة، عايزة تلمع، عايزين ندلعها هي. نعم قيمتها الغذائية عالية جدا والشيف تعب عليها. معايا بصلاية في قلب الزيت، وحضراتكم شطار في عمل البصلاية المقرمشة، عدينا المرحلة دي خلاص. البصلاية بنجيبها نقطعها، بنحط عليها معلقة نشا، شوية بهارات من البابريكا والملح والفلفل، وحطيت عليها شوية دقيق وعصرة ليمون، معلقة خل، وقلبتها كلها مع بعضيها وحطيتها في قلب الزيت الغزير، بتتحمر وتتقرمش وتطلع معايا اهي زيها زي الفز والحلبي اهي. سيبها تتحمر تاخد راحتها. بالله عليك تبص على البصلة وجمالها ودلعها، بص على البصلة وحلاوتها وشقاوتها وقرمشتها ولونها. العب اللهم صل على النبي، زي الفل. ناخد دول كده زي ما هما. بص البصلايه دي كده اهي هنا على وش البصاره بتاعتي، الله ايه الجمال ده يا شيخ. وبصله اتحمرت معاك بالسرعه دي ازاي؟ الف انا وشفا، رشه زيت زيتون عليها. حلو، تسلم ايدك يا شيف والله. اكله صحيه من الدرجه الاولى. طبعا الفلاسفه هيقول لك دلوقتي، منتظرين الشيف يعمل حركه دلوقتي لطيفه. حلو، دي البصاره بتاعتي اللي تخش موسوعة، واحنا عارفين البصارة زي الفل، واحنا عارفين البصارة أو الفول عموما من ضمن الأكلات المدرجة وموثقة موسوعة الأكلات المصرية الشعبية. أنا عارف الكل دلوقتي قالك الشيف المغازة هيشيل إيده من البصلة ويحط إيده في الفروت سلاط. آه قاعدين. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، افتكاسة طهوية، خبرة طهوية، ازاي اقدم الفروت سلطات بشكل جديد وطعم تاني مع الشوفان. عنوان العيادات التغذيه ودكاتره التغذيه دايما بينصحوا بتناوله اهو، لانه غني بالالياف الفعاله والغير فعاله، بيمتص الكوليسترول اللي في الدم اهو، ويخلص المعده من الفضلات. عملنا البصاره اكله مصريه جميله لطيفه وجميله، عملنا كمان شوية بتنجان بالجبنة عشان الأولاد اللي هيعترضوا على البصارة يلاقوا حاجة على السفرة لطيفة وجميلة بيحبوها فيها جبنة مع بتنجان مع صوص طماطم، واخدة سكة البيتزا. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.